اهلا بكم احلى متابعين في الحلقه 28 من اثار بترول مع عصام الفني، اللي هنتكلم فيها عن شروال رامز جلال. وانا هتكلم عن النوع ده من الملابس لان هو اتجاه موضه 2020 ومنتشر كتير على مواقع الانترنت سواء الحريمي او الرجال. اما شروال رامز جلال بالتحديد فهو معروض على موقع ديمو بازا بسعر 487 يورو بما يعادل 8560 جنيه مصري، وده شكل الشروال بكل تفاصيله كده من الامام وكده من الجنب وكده من الخلف وكده بزاويه جانبيه شويه. وبكده يبقى عرفنا كل تفاصيل شروال رامز جلال. حابب قبل ما ابدا معاكم الحلقه اشكر كل واحد فيكم سال عليا في غياب في التليفون والتعليقات، وده بين لي قد ايه مدى محبتكم لي. عشان كده انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده وفرحان جدا، وهكمل معاكم ان شاء الله في 2020 باقي اسرار البترول والتطبيق العملي قص على القماش والتشغيل على الماكينات. هتكلم عن لمحة تاريخية صغيرة عن تاريخ الشروال هتساعدنا في فهم بترول الشروال واساس البنطلون الحريمي والرجالي. ظهر الشروال في بلاد فارس في القرن ال15 قبل الميلاد، يعني من زمان قوي، وكان لازم يخترعوا قطعه ملابس تناسب ركوب الخيل افضل من قطع الملابس المعروفه في الوقت ده. طيب يا ترى كان ايه شكل الشروال الفارسي القديم ده؟ كان بحجر طويل سائط لغايه الركبتين وبرجلين رفيعين جدا بادئين من الركبتين لغايه نهايه القدم. اما الجزء العلوي من الشروال فهو واسع جدا من الوسط والهنش والفخذ. طيب كان بيتثبت ازاي الشروال ده على وسط الشخص؟ كانوا بيعملوا تالية في بداية الوسط من فوق بيمر فيها حبل أو خيط مكدود، يخرج الحبل دون من فتحتين في الأمام وبشد الحبل وربطه على وسط الشخص، كده يتم تثبيت الشروال على جسم الشخص. وده كان شكل الشروال القديم. واتنقل الشروال من بلاد فارس إلى شمال أفريقيا في الفتوحات الإسلامية، واتنقل كمان إلى أوروبا في القرون الميلادية الأولى بالتحديد في القرن الرابع الميلادي أثناء المعارك بين الفرس والروم. ولكن يعيب الشروال الفارسي القديم إنه محدود الحركة عن البنطلون الحالي، وده بسبب حجره سائط لغاية الركبتين، فبالتالي الحركه كانت بتبدا من الركبتين مش من اعلى الثغر، فلذلك كان لابد من تطويره. على الرغم من كده احتفظت شمال افريقيا بشكل الشروال الفارسي القديم مع تغيير بسيط فيه، ولكن بظهور الثوره الصناعيه في اوروبا احتجنا ان احنا نطور الشروال عشان يناسب حركه الثوره الصناعيه ويبقى فيه سهوله في الحركه اكتر. طب ازاي يا سيدي بقى هنخلي الشروال ده اكثر حركه؟ بان احنا هنقصر طول حجر الشروال، بدل ما يبدا من الركبتين يطلع لغايه اعلى الفخذ او يبدا من نهايه الجذع، علشان تبدا حركه البنطلون من بدايه الفخذ مش من بدايه الركبتين. اختراع الزرار على يد الامريكي وولتر هاند سنه 1830، واختراع الاستك على يد البريطاني توماس هانكوك
سنة 1843 قدرنا نطور الشروال ودفنا الأستيك لوسط البنطلون وبقى قريب من الشكل الحالي. وباختراع السوستة على يد السويدي اللي من أصل يهودي سنة 1914 اللي اسمه جايدون ساندباك قدرنا نتخلص من الوسع العام في البنطلون ويبقى البنطلون مناسق لجسمنا تماما. وعملنا منه شكلين، عملنا منه شكل قصير وسموه شورت وده كان بيلبسه طبقة الأثرياء، والشكل الطويل منه ده كان بيلبسه طبقة الفقرة. وفي سنة 1873 بالتحديد ظهر براءة اختراع البنطلون الجينز. البنطلون ده ينفع يلبسه كل طبقات المجتمع، غني وفقير، على يد الألماني اللي من أصل يهودي اسمه ليفي شتراوس. الراجل ده كان شغال في تجارة القماش، ولما ظهرت مناجم الذهب في أمريكا نقل تجارته من ألمانيا لأمريكا علشان يبيع القماش الخفيف لعمال المناجم يعملوه بنطلون، والقماش التقيل برضه لعمال المناجم يعملوه خيم يسكنوا فيها. ولكن في أثناء الوقت ده اتعرف ليفي على ترزي أمريكي اسمه جايكوب ديفيس. الاثنين مع بعض عملوا فريق عمل. قال ليه ما نبيعش بنطلون لعمال المناجم بدل ما نعمل له قماش؟ وبالفعل نفذوا الفكرة وعملوا القماش بناطيل على طول وراحوا باعوها لعمال المناجم. ولكن بعد وقت صغير جدا اشتكت عمال المناجم من كتر تقطيع البنطلون، يعني فرحة ما تمت. ولكن في فكرة جت في دماغ ليفي، فكرة مجنونة محدش فكر فيها قبل كده، قال ليه ما عملش البنطلون من قماش الخيم التقيل وكمان أزبون بصبغة زرقاء تتحمل القدرة على الوساخة، يعني ينفع العمال تلبس البنطلون لمدة شهر كامل بدون ما يغسلوه. الصبغة دي على فكرة اسمها صبغة النيلة الزرقاء اللي هي حاليا معروفة باسم صبغة الجينز، يعني دلوقتي معروف ان الجينز ملوش الا لون واحد بس اللي هو اللون الازرق، حاجة من الاثنين، يا معروف باسم صبغة الانديجو او معروف كيميائيا بصبغة النيلة الزرقاء. والناس القدام اللي في الصعيد او اللي موجودين في مصر قدام عارفين يعني ايه كلمة نيلة. بنستخدمها لصبغ الجسم في الاحزان، فالصبغة دي استخدمت منذ أقدم التاريخ لصبغة الأقمشة لأنها عندها القدرة على تحمل الأوساخ، وهي صبغة طبيعية مش صبغة مخلقة كيميائيا. فليفي استخدمها في صباغة القماش التقيل، يبقى كده قدر يستفيد بقماشة تقيلة وكمان البنطلون يتحمل الوساخ. ولكن في أثناء الوقت ده كان جايكوب ديفيز عنده زبون بيفصل عنده بنطلون، بس الزبون ده كان كثير الشكوى من موضوع عنه، كانت بناطيله بتتقطع باستمرار من إركان الجيوب. ففكر الترزي جايكوب ديفيز إن يضيف على إركان الجيوب مسامير معدنية عشان يحل مشكلة الزبون ده، فعجبته جدا جدا جدا. فخاف جايكوب على ان فكرته تتسرق فحفكر يسجلها براءة اختراع، ولكن ما كانش معاه فلوس براءة الاختراع، فعرض فكرة المسامير المعدنية اللي في ركام الجيوب على ليفي شتراوس. قال له تدفع انت حق براءة الاختراع وتسجل باسمنا احنا الاثنين، فقال مفيش مانع. وبكده اصبح جايكوب ديفيز الترزي شريك لليفي شتراوس في البنطلون، في اختراع البنطلون الجينز. وعملوا مصنع صغير كده وعين فيه ليفي جايكوب ديفيز مشرف انتاج على خط البناطيل لان الموضوع كبر معاه واتطلبت منه كتير. ولكن في الستينات ظهرت طبقه من المزارعين الامريكان
اسمهم الكاوبوي، عجبهم قوي بنطلون ليفي، فزاد الطلب على ليفي، فقال ليه ما نعملش مصنع كبير؟ وبالفعل عمل مصنع في سان فرانسيسكو، بس شارك عليه ناس لان حجم الانتاج كبر معاه. ولكن في ستينات القرن الماضي ظهرت طبقة اسمهم الهينز، الطبقة دي طبقة شبابية أو حركة شباب اتنقل حتى من أمريكا إلى كل دول العالم. الطبقة دي كانت بتعزف موسيقى، وكانوا بيميلوا للحب وعدم العنف، وكانوا بيربوا شعرهم ويسكنوا الشوارع ملهمش ميول، وهم لبسوا البناطيل الجينز دي لأنها بتخدمهم، لأنهم مش محتاجين برضو يغسلوا البناطيل. واتنقلت موضة البنطلون الجينز من الستينات إلى الثمانينات في أنحاء العالم، وفي الثمانينات ظهرت مصانع كتير تصنع البنطلون الجينز بكل أنواع ماركاته المعروفة حاليا زي فيرزاتشي، ديزي، دولس أند جيبان، جوتشي، وماركات كتير أنا مش على بالي أعرضها لك دلوقتي، أنا مش على بالي ذكرها. ودي كانت لمحة صغيرة مختصرة عن تاريخ الشروال والبنطلون، عرفنا البنطلون بدأ إزاي وانتهى إزاي، وده هيساعدنا في فهم بطرون الشروال وأساس البنطلون الحريمي والرجالي. وبكده هبقى أنا خلصت معاك الحلقة، واستنوني بقى في الحلقة الجاية هنعمل أساس البنطلون الحريم والرجال. وما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، واوعى تنسى السبسكرايب عشان أنا هعرف أجيبك إزاي. وسلام.